نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من سمو أمير دولة الكويت. خادم الحرمين الشريفين يرعى اليوم الاثنين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019. أرامكو تعلن نشرة الأصدار لطرح أسهمها للمرة الأولى في تداول. تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة خلال استقبال الملك المفدى له اليوم. ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحياتي وتقدير سمو أمير دولة الكويت فيما حمله رعاه الله تحياته وتقديره لسموه. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء دكتور مساعد العيبان، فيما حضر من الجانب الكويتي عدد من المسؤولين. يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم الاثنين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019 بفروعها الثلاثة شركاء التنمية والتميز للمنظمات غير الربحية والاستدامة بمدينة الرياض. ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة جائزة الملك خالد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة حفل تسليم الجائزة وتكريم الفائزين. أداة تغيير وتطوير فاعلة سعت وما زالت تسعى لإيجاد بيئة محفزة للعطاء. جائزة الملك خالد وفي كل عام تساهم وبشكل فعال في رفع مستوى كفاءة الأداء وتعزيز التنمية المستدامة وتوسيع دائرة التأثير على جميع شرائح المجتمع، كونها تمنح للمبادرات والمنظمات والمنشآت المتميزة والتي تعود بالنفع على الوطن والمواطن لتغدو تلك المبادرات قصص نجاح يبقى أثرها خالداً. الجائزة والتي يرعى تسليمها خادم الحرمين الشريفين تسعى كذلك إلى الارتقاء بالفكر الاستراتيجي وزيادة الأثر الإيجابي للعمل التنموي والمستدام في المجتمع السعودي ضمن ثلاثة فروع هي: فرع شركاء التنمية والذي يمنح للمبادرات الوطنية المتميزة التي أسهمت في تنمية وتطوير المجتمع، يليه فرع التميز للمنظمات غير الربحية والذي يمنح للجمعيات والمؤسسات الخيرية القادرة على تحقيق الأهداف من خلال الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة. أما الفرع الثالث فهو فرع الاستدامة والذي يمنح للمنشآت من القطاع الخاص التي تطبق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية. وتعكس الجائزة مدى دعم القيادة المستمر للمنشآت والمؤسسات الوطنية غير الربحية في مناطق المملكة، وذلك لتمكينها من تحقيق سمة الاستدامة لمشروعاتها الحالية والمستقبلية على نحو يجعلها قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المنجزات. لتأتي أرامكو هذا العام كأبرز الفائزين بالجائزة في فئة الاستدامة، في حين تتصدر مبادرة وتين فئة شركاء التنمية وجمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة أسرتي فئة المنظمات غير الربحية. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق طراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقية تهنئة مماثلة لفخامة الرئيس أندي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده. ذكرت شركة أرامكو السعودية أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى. جاء ذلك في ثنايا نشرة الإصدار التابعة لها والمخصصة لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها بالسوق المالية السعودية تداول. عقب طرح أسهمها للاكتتاب للمرة الأولى في السوق المالية السعودية تداول، أرامكو تكشف عن نشرة الإصدار لذلك الطرح وفق مدة وفئات محددة. الأولى هي فئة الشركات والمؤسسات، والتي من المقرر أن يبدأ فترة اكتتابها في 17 من نوفمبر الحالي وحتى 4 ديسمبر المقبل، وتتضمن الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقا للتعليمات. أما الثانية فهي فئة المكتتبين من الأفراد والذين سيسمح لهم بالاكتتاب من 17 من نوفمبر وحتى 28 من الشهر ذاته، وتشمل شريحة الأفراد السعوديين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي وأي شخص غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة. ووفقا لما ورد في النشرة فلا وجود لحد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المؤسسات المكتتبة، فيما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم وذلك دون حد أقصى. وتستهدف أرامكو بيع 5% من أسهمها للمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى. وفي 5 ديسمبر المقبل سيتم الإعلان عن السعر النهائي وتخصيص الأسهم النهائية وذلك لطرحها للمؤسسات والأفراد المكتتبين، في حين من المقرر أن يتم رد فائض الاكتتاب إن وجد في موعد أقصاه 12 ديسمبر. يذكر أن عدد أسهم الشركة تبلغ 200 مليار سهم برأس مال 60 مليار ريال وبدون قيمة اسمية. أصدر الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي تعليمات إلى كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في بلاده بالعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه كلا فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع. أعرب الرئيس هادي عن امتنانه لكل الجهود التي بذلت من قبل المملكة لإخراج ذلك الجهد إلى النور ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية. وأهاب هادي بضرورة الاتفاق على فتح صفحة جديدة يستحق أن يلامسها ويعيشها الشعب اليمني قاطبة ليحقق بها آماله وتطلعاته. وعلى هامش أعمال ورشة العمل المشتركة بين المملكة والحكومة اليمنية والتي حملت عنوان مستقبل التنمية والإعمار في اليمن، أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك أن دعم المملكة من خلال الوديعة في البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملا حاسما في الانتقال من معدل نمو بالسالب 10% إلى تحقيق أول معدل إيجابي بلغ 2% عام 2018. من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد الجابر أن المملكة أسهمت منذ عقود في تقديم الدعم في شتى المجالات واستجابت للحاجة الإنسانية في اليمن بتقديم المعونات والمساعدات الإغاثية الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومركز إسناد للعمليات الإنسانية الشاملة، موضحا أن المملكة هي الداعم الأول لليمن حيث تجاوز مبلغ المساعدات الإنسانية والتنموية حوالي 14 مليار دولار. وقال جابر إن البرنامج بدأ بالعمل مع الحكومة في الربط بين مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية والإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع تشمل عدة قطاعات حيوية في مختلف المحافظات اليمنية.
وفي الداخل اليمني حررت قوات الجيش الوطني مواقع جديدة في محافظة الجوف، وأكد مصدر عسكري أن مواجهات وقعت بين قوات الشرعية والانقلابيين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وتحرير مديريات تابعة للجوف، كما تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش من نزع شبكات ألغام واسعة لمنع تقدم الجيش، كما أكدت أيضا إحباط الجيش محاولات تسلل حوثية وإجبار عناصر الميليشيا على التراجع والفرار، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها. وعلى صعيد آخر أيضا قتل طفل يمني جراء انفجار مقذوف حوثي في محافظة تعز. وفي العراق واصلت قوات الأمن قمع المتظاهرين وإطلاق قنابل الغاز، وذلك خلال اندلاع اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة بغداد، الأمر الذي أدى إلى سقوط جرحى في صفوف المحتجين. مصدر أمني أكد وقوع 17 حالة اختناق على الأقل، مشيرا إلى معالجة بعض تلك الحالات مباشرة، فيما نقلت حالات أخرى إلى المستشفى لخطورتها. وفي مدينة الناصرية أطلق الأمن قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يحاولون إغلاق دائرة حكومية جديدة، في حين تجددت الاحتجاجات الطلابية في مدينة الديوانية رغم انتشار قوات الشرطة قرب المدارس والكليات لمنع الطلبة من الانضمام للتظاهرات. وأعلنت لجنة حقوق الإنسان في العراق مقتل 319 شخصا من المتظاهرين وقوات الأمن منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة حتى الآن هذا، وقد انتشرت تلك التظاهرات من العاصمة إلى مدن الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل في البلاد. دخلت الاحتجاجات يومها 25 في العاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المدن والمحافظات. اللبنانيون خرجوا في تظاهرات دعا إليها محتجون تحت اسم أحد الإصرار بساحتي رياض الصلح والشهداء في بيروت، وتجمع مئات المتظاهرين وسط العاصمة حاملين لافتات منددة بالطائفية. ويعد هذا الأحد الرابع على التوالي الذي يشهد احتجاجات عارمة، حيث يواصل المحتجون حراكهم الشعبي بوجه الطبقة الحاكمة وسط إصرارهم على تحقيق مطالبهم من أجل تحسين حياتهم المعيشية. قتل 3 مدنيين جراء قصف طائرات النظام السوري لبلدة كفرومة بريف إدلب الجنوبي. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 10 جرحى حالات بعضهم خطرة، كما وثق المرصد ارتفاع عدد الغارات الجوية التي شنتها طائرات النظام والفصائل الموالية لها على مناطق عدة بريف إدلب وشمال اللاذقية إلى 212 غارة، كما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على محور كبانة في جبال اللاذقية. ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية يرتفع عدد من قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة خفض التصعيد في الثلثين من أبريل المنصرم حتى اليوم إلى حوالي 4000 شخص. وفي الأراضي المحتلة أصيب 16 فلسطيني على الأقل بجروح جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. أفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الغاز بكثافة عقب اقتحامها حي الشهيد عبيد في البلدة، واعتدت على المتواجدين مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح وبحالات اختناق. وفي وقت لاحق قال مسعفون ميدانيون أنهم قدموا العلاجات اللازمة لخمسة عشر مواطنا أصيبوا بجروح واختناق جراء الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال. النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من سمو أمير دولة الكويت. خادم الحرمين الشريفين يرعى اليوم الاثنين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2019. أرامكو تعلن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للمرة الأولى في تداول. شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.